أسمعك. استمعتي ربما للنقاش في نعم. البلاطو، مواقع إخبارية الآن غير معتمدة، فيه فوضى، فيه ربما ضرب لمصداقية وكذلك لأخلاقيات مهنة الصحافة من خلال دخلاء على هذه المهنة. نعم، لقد سمعت ما كنتم تتحدثون عنه، وما يمكنني قبل أن ينقطع الخط لأن كما تعلم الشبكة هي مضطربة، قلت منذ كنت أكدت أن أقول منذ قليل الأمر الآن تجاوز الحديث عن مثلا الموضوع، يعني مضمون الحديث تجاوزه الوقت عن أننا نتحدث عن الصحافة والصحافي. الآن الأمور أكبر من هذه الصيغ القديمة التي نحن دائما نكررها ونرددها. لماذا؟ لأن العالم الآن مرقما شئنا أم أحببنا أم كرهنا، فبالتالي يجب علينا الإعلام ككل أن يكون إعلام وطني، والأطر تذهب إلى أبعد من هذا وهي في التخطيطات الاستراتيجية، أننا مثلا نفكر في تكوين مواطن الغد اللي هو اليوم في حقيقة الأمر. لماذا؟ لأننا نعيش في فضاء يختلف تماما عن الفضاء المحيط الذي كنا نعيش فيه منذ سنوات قليلة، بمعنى أننا نتحدث عن التكنولوجيات الحديثة والفضاء الإلكتروني هو يتطور رغما عن أنفسنا، ولكن يجب علينا أن نتحدث عن السلوك الجزائري في أنه يجب عليه أن يتغير، وحتى يتغير في الأطر، في بناء أطر التي تذهب نحو تنمية الفرد الجزائري، تنمية المحيط الجزائري. يجب علينا أن نفكر في لماذا في تغيير. أستاذة أبو خريسة، أنت كباحثة وأستاذة في الإعلام، يعني لم تكن المقالات الصحفية والصحافة ككل يعني كوسيلة للابتزاز والتشهير. هي كذلك وستبقى كذلك إن لم تكن أطر تفكيرنا في أطر استراتيجية عليا جدا. والقصد من هذا ما الذي أقصده؟ الآن أي إنسان يمكن أن يكون له أن يكون صحفي يا محمد، أن يكون إعلامي، حتى مصطلح صحفي أنا أخجل من ذكره. لماذا؟ لأن الفضائيات، الفضاء التفاعلي غير من المصطلحات. زمان كنا نقول الصحفي لما كانت إذاعة تلفزيون وجريدة، مع هذا الفضاء التفاعلي الذي هو سمح للتلفزيون، سمح للإذاعة أن تكون إذاعة وأيضا مرئية، سمح للصحافة أن تكون صحافة مكتوبة ولكن أيضا مرئية. هذا الفضاء الإلكتروني يلزم علينا نغير سلوك الجزائري، والسلوك الجزائري باش تغيره في ماذا؟ تحضيره إلى المواطنة التي يجب أن تكون في أن يحمل بالوعي. أنا نكون صحفي، نكون فرد ما بعد البكالوريا بالإعلام، حتى يذهب إلى ممارسة الإعلام ميدانيا، ولكن ما نقدرش نكونه كمواطن. المواطنة تكون في أطر أخرى. تؤكدين أننا نعيش فوضى في الصحافة الإلكترونية؟ نعم، لم أسمعك جيدا. هل إذن تؤكدين أنه نعيش فوضى في مجال الصحافة الإلكترونية؟ محمد بطبيعة الحال.